أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أراد شخص أن يتزوج وصرح للولي وللمرأة، بأن عنده نية طلاق، ولكنه لم يحدد المدة ولم يسجل ذلك في العقد، فهل يكون ذلك زواج متعة؟ إذا كان معلنا ومتفقين عليه فهو متعة. نعم، إذا كان معلنا واتفقوا عليه أنه بنية الطلاق فهذه متعة. نعم.